توافد العشرات من أهالي المناطق الجنوبية لدمشق يلدى وبيت سحم والحجر الأسود وسبيني وحجيرة للخروج عبر معبر مخيم اليرموك بعد مبادرة أحمد جبريل ورفض أهالي المخيم الخروج منه. عدد من الحالات المتواجدة في جهة أحمد جبريل. ساحة الريجة خالية من الأهالي بعد قنص شخصين من قبل عناصر جبهة الشعبية القيادة العامة السبت 9/11/2013. عودة أهالي جنوب دمشق بسبب عدم فتح حاجز المخيم وقنص شخصين.